انت كانت اول بطولة شاركتي فيها وبان ان انتي مختلفة ومميزة؟ مش عارفة، ممكن معرفش لو في بطولات هنا في مصر. يعني في مصر عادي، يعني كنت بكسب في بطولات الجمهورية وبجيب ذهب وكده، بس ممكن البطولات المميزة بالنسبة لي كانت لما دخلت المنتخب الكبار، وكنت لسه يعني أول بطولة ليا مع المنتخب، ولعبت دورة ألعاب أفريقية جبت فيها ذهب، وبعديها بكام شهر يعني لعبت دورة الألعاب العربية وبرضو جبت فيها ذهب. دول البطولتين اللي ممكن نخلوهم يحسوا إن يعني إذا في أمل يعني إن أنا ممكن ألعب الأولمبيكس، فساعتها أنا اللي اختاروني ألعب التصفيات بتاعة الأولمبيكس بتاعة لندن من بعد البطولتين دول. فيعني التنافس على المستوى المحلي ما بين البنات المصريات في التايكوندو عامل ازاي؟ كبير، متوسط، في تطور بيحصل من سنة لسنة؟ لا، هو على طول في يعني على طول في منافسات، وعلى طول في يعني دايما في تنافس، بس ممكن دلوقتي عشان فترة الكورونا يعني المستوى اكيد مش زي الاول، والمنافسة مش قوية قوي، وممكن ما فيش يعني كله كان مريح يعني شوية. بس في العادي على طول بطولات الجمهورية بتبقى قوية يعني، وبيبقى في منافسة، وبيبقى في بياخدوا الاول والتاني يدخلوهم المنتخب وبيلعبوا زي تصفيات وكده، فبتبقى البطولات قوية يعني. طيب بتتمرنوا اكيد مع اولاد؟ بس يعني هو احنا البطولة كلها بنات، بس بنتمرن معاهم يعني في حاجات معينة يعني. بس اوكي، اللي بيبقى يعني مقتصر التمرين مع الولاد، لان دايما بيبقى ده حاجه اسمع ان في الرياضات القتاليه بيبقى فيه شق، ده انت بتعلي بقى الانتنسيتي بتاعه التمرين، فبالتالي ممكن تبقي اقوى يعني مع المنافسين بتوعك. ايوه بالظبط، ساعات بيخلونا نلعب معاهم ماتشات يعني، بس ما بتبقاش ماتشات بجد طبعا زي اكيد هو البطولات، بيبقى وهما حريص بيلعبوا شويه. طبعا بريت اقل يعني، لان احنا برضو بنات، فاحنا طريقه لعبنا مختلفه خالص عن طريقه لعبهم يعني. احنا لو واحده بتلعب مع ضد ولد ما فيش مقارنه يعني، صعبه أكيد قوي، غير بقى لو هتلعبي مع اوزان يعني اقل منك بكتير. بس يعني دايما هم ممكن يساعدونا في التمرين، يعلوا من مستوانا عشان نحس ان احنا، لا يعني لو لعبت مع بنت بنفس قوتها بقى قادره يعني، ابقى قادره اقف قدامهم يعني، فيعني بيساعدونا الحمد لله.